بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وأهلا بكل مشاهدي برنامج الأهلي خط أحمر، حلقة جديدة مع سبت فوق الممتاز إن شاء الله. أهلا بك يا فارس. أهلا بك يا أسامة، وأهلا بكل مشاهدي الأهلي خط أحمر، ونتمنى تكون حلقة مهمة تستمتعوا معنا بيها إن شاء الله. ولما لا، وإحنا النهاردة فتيات الذهب تتويج بأول بطولة سوبر في كرة الطايرة سيدات. مش مهم تكون انت اللي بتحقق اول بطوله، المهم ان انت طول المشوار تكون انت الاكثر حصولا على هذه البطوله. دي اول بطوله بتتلعب، فتيات الذهب لازم يكون ليهم نصيب في اول بطوله، وان شاء الله يكون ليهم الرقم القياسي. ليه؟ لان ده اللي اعتدنا عليه مع النادي الاهلي. في بطولات كتير ممكن ما تكونش انت اللي بدات بتحقيق لقبها، لكن وانت بتحط قدمك في البطوله دي بتبقى عارف ان في النهايه هتكون انت الاكثر تتويجا بالبطولات. ناس كتير قدرت تحقق بطولات افريقيه، ولكن في النهايه الاهلي هو الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه. حتى البطولات المحليه اللي ممكن يكون في بعض البطولات اللي بدا بيها بطل غير النادي الاهلي، لكن في نهايه المطاف هتلاقي دايما الاهلي صاحب الارقام القياسيه. عشان كده فتيات الذهب امامهم موسم شاق جدا، يمكن تحقيق البطوله دي بيحطهم في او تحت المسؤوليه، زي ما قال الكابتن محمود الخطيب في تهنئته لفريق فتيات الذهب ولجهازهم الفني اللي قدروا يفوزوا على نادي الصيد بثلاث اشواط نظيفه، وهو ده اللي احنا دايما بننتظره من فرق الطايره سواء رجال او سيدات في النادي الاهلي. اسبوع مميز للنادي الاهلي على مستوى الالعاب الجماعيه وعلى مستوى الصالات وعلى مستوى حتى كرة السلة في النادي الأهلي، واكتساحهم لكرة السلة في نادي الزمالك، وكأن الأمر أصبح اعتيادي، وكأن أوجستي جاء مع رجال النادي الأهلي اللي تم تكوينهم ببراعة شديدة جدا عشان يرسوا قواعد جديدة لكرة السلة ويبدأوا يصدروا عقدة حرفيا للمنافسين. فمبروك لسيدات وفتيات الذهب زي ما مبروك لرجال كرة السلة. إن شاء الله دايما وأبدا يكون النادي الأهلي هو رقم واحد، وهو دائما تحقيق الذهب وعلى منصة التتويج.